النهارده مصر بتعاني من 7-8 اجهزه مخابرات عامه قويه ذو نفوذ من العالم، من دول كبرى بتحارب وبتنخور في مصر. وده كلام ما بقيش سعادتك، كلام ده بيها حقائق ملموسه. وفي انا من هنا ومن قناه العربيه المحترمه بوجه رساله شكر وعرفان للاجهزه السياديه زي المخابرات العامه اللي هي والاجهزه المخابرات الحربيه للدور العظيم اللي قاموا بيه في رصد شبكات التجسس اللي هي داخل مصر. طب انت فاكر بس الصور دي بتاعت مؤتمر ايه؟ الشلاتين. ده مؤتمر شلاتين اللي حضرتك الشلاتين، ودي كاميرا العربيه اللي كانت حاضره في كنا معاها مؤتمر، واحنا كنا بنغطي هذا المؤتمر. هوصل حضرتك ان النهارده فجاء المشير عبد الفتاح السيسي ده فرد من ضمن افراد القوات المسلحه، هو اللي كان ممكن يبقى المشير عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت او غيره، مش كده برضه؟ القوات المسلحه لما انحازت للشعب المصري في 30 بعد المخططات الكبرى اللي العالم كله ولغايه النهارده وما زال ومش هيستسلم العالم الخارجي والاجهزه الخارجيه الا بترابط الشعب المصري متماسك. فالنهارده لما قلنا المشير عبد الفتاح السيسي ما قلناش عشان ده ذو خلفيه عسكريه، الخلفيه العسكريه ده شرف لاي حد. لكن الدور اللي عمله المجلس العسكري والقوات المسلحة في حماية الثورة وتأمين البلاد، الراجل النهاردة لغاية النهاردة المشير عبد الفتاح السيسي ما طلعش تسريح منه ولا من أي فرد من القوات المسلحة أنه هو مرشح في الانتخابات الرئاسية. النهاردة مش المجلس الأعلى لشورى القبائل بس اللي بيطالب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، جميع المصريين الشرفاء اللي حاسين بالمؤامرة الكبرى لتقسيم الشرق الأوسط الجديد، والعقبة الوحيدة اللي جات ضد التقسيم ده وقفة الشعب المصري العظيم في 30 يونيو، ووقفة وتدعيم الجيش ومحاداة الجيش للثورة. فالمخطط 80% فشل. فالنهاردة ما قدمناش، لأن مصر ولادة بالرجال العظماء ودي حقيقة والتاريخ بيقول كده. ليه النهاردة قلنا المشير عبد الفتاح؟ الكاريزما بتاعته حستنا بالزعامة، بتبعت لنا الزعامة، نكهة الزعامة بتاعت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. بهدوءه، باتزانه، بعدم التسرع في قراراته.